بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل متتبعي قناة الأخ الأستاذ الفاضل السي عبد الله الثورة المشاهد تي في. هذه بادرة أعتبرها بعمق إنساني كبير أن نلتقط هذه الوضع الاستثنائي والخاص اللي كتعيشه بلادنا وتوقف الدراسة. بالتالي كان لزاما من سلوك المواطن، كان لزاما من سلوك مبادر أننا نكون جزءا من الحل عوض أن نكون جزءا من المشكل. تناقش مع السي عبد الله البارح في وقت متأخر أننا نتعاون لننسق من أجل ولو جهد بسيط ولو مجهود بسيط لمساعدة أبنائنا المقبلين إن شاء الله على امتحانات البكالوريا تحديدا في مادة الفلسفة. بعد نقاش لا أقول طويل ولكن مفيد، اتفقت مع الأخ السي عبد الله على أننا نشتغل أننا نكون أن يكون هذا الجهد قصديا وبرغماتيا يعني نفعيا، بمعنى أننا ما غاد نركزوش على البعد المعرفي البعد المضموني لمادة الفلسفة عبر المجزوءات الأربع، لأن هذا شيء في المتناول وربما أن السادة الأساتذة غيكونوا اشتغلوا عليه بشكل كبير، إضافة إلى أن الطلبة ديالنا والتلاميذ ديالنا غيكونوا أنهم عندهم هذا الحس ديال أنهم كيمشيو كيبحثوا. المجهود اللي غادي نركزوا عليه اليوم هو أنه السؤال القصدية، بمعنى كيفاش الوليدات تكون عندهم التقنيات أو القصدية في التعامل مع الاختبار الوطني. ربما أحيانا يصبح الكم المعلوماتي أو الكم ديال المعارف يصبح عائقا أمام التلميذ إنجاز المطلوب منه. فبالتالي اليوم احنا غنشتغلوا هذه الحصة الأولى غنشتغلوا على إطار عام، سنضع المترشحين والمترشحات وأتمنى لهم التوفيق بشكل مسبق، غنوضعهم في إطار أجواء الامتحان الوطني أو في الاختبارات الوطنية. للأسف أنا كنقولها أنه أغلب أثناء الاستعدادات كنركزوا على البعد المعلوماتي، كنبقاو نخزنوا في المعلومات وما كنخدموش على عنصر التحليل وما كنخدموش على عنصر الكتابة، لأنه مطلوب من الوليدات غدا غادي يكتبوا ماشي غادي نبقاو كيستظهروا. بالتالي فخص الوليدات، وهذه نقطة أولى ملتمس أول، فكروا بالكتابة، فكروا بالقلم، خذوا عوض أنك تبقى تقرأ شفويا قرأ كتابيا، أنجز كتابات، أكتب ثم أكتب، ستكتشف يوما أنك أصبحت تجيد هذا التمرين الفلسفي. إذن اليوم هو غنوضعكم، كنتمنى أتوفق أنا والأخ عبد الله أننا نوضعكم في الإطار العام أو في الأجواء ديال الامتحانات الوطنية. دونك شنو المطلوب منكم؟ نكونوا واضحين، الامتحان عندكم مهمة مطلوبة، عندك مهمة محددة في الزمان وفي المكان وبمواصفات دقيقة. ما مطلوبش منك أنك تفلسف، ما مطلوبش منك أن تبدع فلسفيا، ما مطلوبش منك أن تحمل أن تستحضر الإرث الفلسفي، هذه ماشي مهمة ديالك وماشي مهمة حتى ديال الأستاذ. أنت الآن عندك مهمة اسمتها الفلسفة كمادة مدرسية، مادة فيها اختبار فيها 20 على 20. خلونا من ديك التمثلات اللي كتقول بأنه الفلسفة واخا تكون أرسطو غتجيب 12، واخا تكون سبينوزا غتجيب 13، واخا تكون ديكارت غتجيب 14. عفاك، هذيك تصورات اعتبرها عائق ينبغي التخلي عنها. المذكرات الموجهه للامتحانات الوطنيه كتاكد بان الماده تنقط 20 على 20، بمعنى راه ممكن تحصل على 19، ممكن تحصل على العلامه الكامله. ليس هذا ماشي انجاز، ماشي مستحيل، وانما ممكن. كيفاش هادشي نوصلوا ليه؟ غد نوصلوا ليه نكونوا واضحين، الى كان عندنا الحس المنهجي، بمعنى امتلكنا ادوات التحليل، المعلومه مزيانه، النظريات مزيانه، لو ريبيرتوار فيلوزوفيك يكون عندك واحد الذاكره مزيان، لكن كيفاش توظف المعلومه، كيفاش تكتبها، كيفاش تحطها في اطار نسقي. وبالتالي المطلوب منكم غدا يوم الامتحان كاين سؤال فلسفي، كاين هذا الموضوع الفلسفي فيه ثلاثه لا يخرج عن هذا السياق، فيه سؤال فلسفي وفيه نص فلسفي وفيه قولة فلسفية. فبالتالي هذا التنوع ليس خرقا لوحدة الفكر الفلسفي، وإنما هو فقط تنويع أشكال حضور السؤال الفلسفي، هو فقط تعبير ديداكتيكي أو اختلاف ديداكتيكي، بمعنى
راه المنطق ديال السؤال هو نفس المنطق ديال النص الفلسفي، هو نفس المنطق ديال القولة الفلسفية. رجاء أقول رجاء أننا ما نركزوش على الجوانب الشكلية، وإنما نمشيو إلى جوهر، إلى منطق الفكر الفلسفي. غدا إن شاء الله أنتم ستطالبون بي، بغينا نختبروكم، ستان تيست باش نختبروكم إلى أي حد، أو أن السؤال الاختبارات الوطنية بغات تشوفكم كمترشحين ومترشحات، واش قدرتوا تمتلكوا الحس الفلسفي؟ هل استطعتم تملك المنطق الفلسفي اللي قريناه في الجدع المشترك؟ دونك غتسولني تقول لي استاذ ما علاقة الجدع المشترك بالسؤال؟ لا، الفلسفة هي وحدة، هي فكر كلياني كما يقول الجشتالتيون، الفكر هو القدرة على إدراك الكل. راه الفلسفة ما يمكنش نجزئها، ما يمكنش نقصتها، ليست قالب سكر غنقصوه إلى أطراف. الفلسفة هي فكر كلياني شمولي لا يفهم إلا بالكل، وبالتالي فراه داكشي اللي قرينا في الجدل المشترك مطالبين به نهار الامتحان، لأنه نهار الامتحان شنو مطلوب منا؟ بغينا نشوفوك واش عندك منطق فلسفي. كيفاش منطق فلسفي؟ منطق فلسفي غادي نزغط نرجع لهذا الشيء، منطق الفكر الفلسفي فيه ربعات الحويجات، خاصة في واحد مجموعة الحويجات غنقول ربعة أهم مهمين. بالتالي غادي نقول خاصنا الامتحان كنأكدها، التكرار ملي كنكرر فهي إحالة إلى قيمة ومركزية الفكرة. كلما أكرر فهذا يعني ليس من باب إضاعة الوقت، ولكن من باب الترسيخ لأهمية ومحورية ومركزية الفكرة. عفاكم غدا بغينا نشوفوا واش عندكم، واش قدرتوا تلامسوا المنطق ديال الفلسفه، وتعرفوا ان الفكر الفلسفي له خصوصياته كما قال هيجل. الفلسفه ليست هي كل الفكر، ولكنها هي نمط من الفكر، جزء له خصوصياته. دونك سي بونسي عندها لا بارتيكولاريتي ديالها، عندها شي حاجه ما يميزها عن باقي انماط الفكر. الفلسفه ماشي هي التاريخ، حتما الفلسفه ماشي هي الجغرافيا، الفلسفة ليست هي الأدب، وليست هي الشعر، وليست هي الفيزياء، وليست هي الكيمياء، وليست هي البيولوجيا. الفلسفة فلسفة عندها خصوصيات، هاد الشيء بغيناك توريه لنا في الامتحان. سواء اختاريتي السؤال أو اختاريتي النص أو اختاريتي القولة، فالمطلوب منك أن تصل إلى نقطة النهاية اللي غادي تصحح، وهي واش قدرتي توصل إلى الأهم، ملامسة الأهم، أي منطق الفكر الفلسفي. وشنو هو منطق الفكر الفلسفي؟ كما قريناه في الجدل المشترك أنه فكر مفاهيمي كونسيبتوال. جيل دولوز كيقول لك مهمة الفلسفة، مهمة وحيدة هي إنتاج المفاهيم. جيل دولوز يؤكد أن مهمة الفيلسوف هي إنتاج المفاهيم، لأنه ما لا يوجد كمفهوم لا يوجد بالمرة. دونك ما عندكش مفهوم، ما عندك فكر. لا يوجد فكر خارج المفاهيم. الدولة مفهوم، الغير مفهوم، الشخص مفهوم، الحقيقة مفهوم، الأخلاق مفهوم، الواجب مفهوم، الإنسان مفهوم، الهوية مفهوم، وبالتالي الرجل مفهوم، المرأة مفهوم. بالتالي لا يمكن أن نفكر خارج المفاهيم، وبالتالي فخصنا نعرفه في الامتحان، وهذه هي اللحظة الأولى في لحظة الفهم. شنو المطلوب منك في لحظة الفهم؟ على أربعة النقاط، واش قدرتي توصل للمفهوم؟ جبد لنا بعد المفهوم هو الاول. كيفاش انت ما عرفش المفهوم وغادي دير التحليل ودير المناقشه ودير التركيب؟ غنشوفوا المراحل الاربعه، غنشوفوها باش تعرفوا بان الامور راها بسيطه، فقط يستدعي الامر بعض اليقظه وبعض الفهم والالمام بالمطلوب منا. والمطلوب منا الاخوان، ونعاود نكرر للمره المتتاليه، اننا مطلوب منكم تلامسوا المنطق الفكر الفلسفي. هذا منطق الفكر الفلسفي اولا ينبغي ان يكون فكرا غدا امتحان عطاونا السؤال، قال لك مثلا هل معرفه الغير ممكنه؟ سؤال مفتوح، هل معرفه الغير ممكنه؟ اذا اول شيء بالنسبه لي علي ان احدد المفهوم المقصود الذي يدور حوله السؤال، اللي هو مفهوم الغير مثلا. بالتالي اذا ففي اللحظه الاولى ديال لحظه الفهم مطلوب مني انني نستخرج المفهوم. طبعا هذا الشيء غادي نعاود نشرحوه بتفصيل في القادم من الحصص. ثم ان الفكر الفلسفي هو فكر
اشكالي ماشي فكر مشكله. نميزو كاين فرق بين مشكله وبين اشكالي. مشكله هو وجود خلل ما، عدم الجواب، اختلال في البنيه بمجرد غياب عنصر الحل. ملي كيتصاب الحل ما كيبقاش المشكل. ما عندي باش نمشي لمراكش، من الفلوس باش نمشي لمراكش ما بقاش مراكش مشكل. فهمتوا؟ ما دونك بالتالي المشكل هو غياب عنصر الحل. ملي كنصب عنصر الحل جوج ناقص ثلاثة لا يمكن، ولكن ملي كنولي نقرا العدد النسبية كيولي ممكن. بالتالي إذا هذا مشكل. لكن الإشكالية وهو استدعاء للتعدد أمام سؤال مفتوح، كما قال ميشيل فوكو أن الجواب يقتل الفلسفة. حنا ما مهمتناش نجاوبوا بشكل مغلق، ماشي فكر ديني أرثوذكسي مغلق، عندي واحد النوع من الدوغمائيات مغلق، لا، حنا مطالبين بالانفتاح، وكلما كان الجواب كلما كان التعدد كلما كان الانتعاش الفلسفي. بالتالي الإشكالي معناه أنك ترفع هذاك المفهوم، والمفهوم لا يكون مفهوما إلا إذا كان مفهوما إشكاليا. شنو كنقصدوا به؟ أنه يرتبط الإجابة عليه تعدد الإجابات. مثلا ما الإنسان؟ هوية الإنسان واش مرتبطة بالإرادة؟ واش مرتبطة بالمعرفة؟ ديكارت. واش مرتبطة بالإرادة؟ شوبنهاور. واش مرتبطة بالعمل؟ كارل ماركس. واش مرتبطة بالفعل السياسي؟ أرسطو. واش مرتبطة بالأخلاق؟ كانت. إذن فبالتالي ما عندناش جواب وحيد. واش مرتبطة باللغة؟ كيسلر. ما عندناش جواب وحيد، عندنا تعدد الإجابات، وكل الإجابات مقبولة ولها مصداقيتها المنطقية، مبررة منطقيا وعقلانيا، لأنه ما يمكنش يكون الفكر مفاهيمي إلا لكان إشكالي، وما يمكنش يكون إشكالي إلا إذا كان مصوغا منطقيا ورياضيا وعقليا وحجاجيا، يعني له ما يبرره. كما قال سقراط: البرهان شرط الحقيقة. شي حاجة صحيحة إلا كانت قادر تبرهن عليها. وحتى في القرآن ديالنا الطلبة ديالنا الأعزاء، حتى في القرآن ديالنا الله تعالى يخاطب يؤكد: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبالتالي صدق القضية مشروط بالقضاء على البرهنة عليها. إذن هنا فكر مفاهيمي، وغادي نشوفوا كيفاش غدا الامتحان مطلوب منك توصل لهذا المفهوم، وكيفاش انه فكر اشكالي ومطلوب منك، وهذا هما اللي غادي يعطيني اللحظه الاولى اللي غنسميوها لحظه الفهم. غاد نفتح واحد النافذه اخرى باش نعاود نرجع حنا. هاد الاسئله، هاد تمظهرات الاختبار في الفلسفه، اقول تمظهرات يعني الاشكال الديداكتيكيه، خليوني نسمع هذه العباره عفاكم، الاشكال الديداكتيكيه. بحال مثلا بغيت نخوي نصب الشاي لخواتي، نقدر نخوي في 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 كاس صفار، كاس حمار، كاس مربع، كاس بهذا الشكل، إذن هذه أشكال، لكن المحتوى واحد، الفلسفة فكر له خصوصياته، تمظهراته هي على مستوى الشكل، ليس على مستوى الجوهر وعلى مستوى الطبيعة المضمونية لهذا الفكر. نعاود نرجع باش نقول بأنه الاختبار ديال الفلسفة، الاختبار ديال السؤال الفلسفي فيه ربعة لحظات: الفهم، ثم التحليل، ثم المناقشة، ثم التركيب. ركزوا معي هنا، هذا هو أهم شيء بالنسبة لي. غدا الامتحان الإخوان كنقولها بصدق، وغنشوفوها من خلال مجموعة ديال التمارين اللي غنخدموا عليها في الاختبارات الوطنية في القادم من الحصص، كما اتفقت مع الأستاذ سعد الله أن هذه الحصة هي حصة إطار، أو هي حصة للتأطير، أننا نتعاقد كيف سنشتغل، نتعاقد على ماذا نشتغل. بغيناكم الامتحان اللي غادي ليه هو إلى أي اختبار، إلى أي حد استطعت عبر 3 سنوات من التعلم أن تمتلك حسا فلسفيا، حسا فلسفي، القدرة على إدراك المفاهيم، القدرة على الأشكال، ثم القدرة على التركيب، أو وغنشوفوا من بعد القيم. نعاود نرجع حنا، فالاختبار فيه 4 لحظات. اللحظة ديال الفهم، غدا الامتحان مطلوب عليها 4 نقاط، هذه 4 نقاط. اشنو مطلوب فيها؟ مطلوب فيها تستخرج هاد الجوج هادو، أي
القدرة على ملامسة المفهوم والقدرة على استحضار الإشكالية. غيكونوا شوف الأساتذة ديالكم مشكورين، كل غادي يكون اجتهد، كل غادي يكون قدم قراءته، ولكن هناك جوهر ما واحد، هو أنه في لحظة الفهم بغينا نشوفوك واش فهمتي. ما معنى الفهم؟ أي القدرة على إدراك المفهوم، ثم القدرة على، لأن كل مفهوم هو مفهوم إشكالي. ملي كتقول لي الشخص، هوية الشخص، توحيد إلى التعدد، مزيان. غتقول لي قيمة الشخص، غتقول لي قيمة الشخص، واش في ذاته أم باعتباره وسيلة أم في التصور الأداتي، واش في بعده الفردي في بعده الاجتماعي إلى آخره، إشكال. واش غتقول لي حرية الفرد، واش هو حر أم مسير، إشكال. فبالتالي كل مفهوم هو بالضرورة سؤال إشكالي، سؤال إشكالي. إذا هاد جوج الحويجات اللي هما في منطق الفلسفة كيدخلوا لي في مرحلة الفهم. إذا الفهم، ونقول لكم عفاكم ركزوا معايا، هي اللحظة الحاسمة، هي اللحظة الأساسية. كل بناء ينبغي أن يبنى على أرض صلبة. إلا ما فهمتيش مزيان كل شيء مشى لك، هاد المراحل كلهم غادي ينهاروا، لأنه إلا خلاش المفهوم يتعلق بالغير وتدرت الشخص، أو يتعلق بالشخص وتدرت الدولة، أو يتعلق بالدولة وتدرت الواجب، أو درت العدالة، فالخروج عن المفهوم معناه إشكالية خاطئة، معناه تحليل خاطئ، معناه مناقشة خاطئة، معناه تركيب خاطئ. لذا لا يمكن أن نفكر إلا عن طريق الفهم، أي امتلاك كما قالت حنا أرانت، وتملك المفهوم. خاص المفهوم نشده، لأن كومبروندر الفهم، كومبروندر الإخوان تعني كون أمسك، الفهم تعني الإمساك بالشيء. ما يمكنش تجاوبوا عفاكم، لكن انتوا كتفكروا انكم غادي تجيبوا نقاط في الفلسفه عن طريق ملء الجيوب، خاطئين بالضروره، خاطئين. الفلسفه ليست حشوا، الفلسفه هي القدره على استعمال الذكاء، القدره على الفهم، اي القدره على تملك المفهوم. اذا شديتي المفهوم حتما غتجيب الاشكاليه، واذا جبت الاشكاليه غتحلل الاطروحه الاولى، والاطروحه الثانيه تستدعي نقيضها. دونك سي لا تيز، antithèse et le synthèse. C'est synthétiser la conception ديالك كاملة. إذا هنا شنو غادي يعطينا بين تيز antithèse synthèse؟ أن الفكر الفلسفي هو فكر نسقي. ما معنى نسقي؟ الانتقالات من أ، من المقدمة إلى النتيجة، هي هي انتقالات مبررة منطقيا، فيها لا كويرونس، فيها لا بيرتينونس، وفيها الانسجام، وفيها الترابط المنطقي. إذن باش ما نكثرش عليكم الإخوة، لأنه هذا مجرد تأطير نظري. الحصة المقبلة كما اتفقت مع السي عبد الله، لأنه ما بغيناش الاعتبارات التقنية، ما خصناش نطولوا في الحصة، في الحصة الأولى الاعتبارات التقنية، كنقول تقنية، كان بودي أن أعطي، لكن الحصة المقبلة غنبداو نخدموا هاد الشيء اللي قلنا لكم دابا، كيف انك، وحتى استطيع الغوصة مدون جمع هادشي اللي قلت، انه الامتحان هو بغينا نشوفكم ماشي واش حافظين بزاف، كتبتوا بزاف، كتبت 40 ورقة ما كيهمناش، واش قدرتي تلامس خصوصية الفكر الفلسفي، واش عندك فعلا فكر فلسفي فيه المفاهيم، فيه اشكالي، فيه نسقي ثم نقدي وقيمي وديالكتيكي جدلي. المفاهيم هذه الخصائص العناصر المؤسسة لمنطق الفكر الفلسفي. هاد الشيء ديال الخصائص او منطق الفكر الفلسفي، واش قدرتي تحضرها في 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 الاختبار، سواء كان نصا او كان قولة او كان سؤالا مفتوحا، التعدد الديداكتيكي او اساليب وضعه لا مختلفة، لكن الجوهر واحد. خاص هاد الشيء يبان لنا في العناصر بأربعة، الفهم ثم التحليل أعتقد عليه خمسة أو ستة، ستة أو خمسة، ثم المهم كتعطينا 20 كاين تقسيم. إذن فالفهم فيه خاصنا نجبدوا الإشكال، نجبدوا الإشكالية والمفهوم، المفهوم والإشكالية، ثم التحليل غنشرح لكم الحصة المقبلة، والمناقشة غنعاود نشرحها، والتركيب غاد نشرحها نشرحها أثناء اختبار الاختبار الاول ان شاء الله، غادي يكون في نشوف شي اختبار وطني تم الوضع ديالو في موضوع
الشخص. بذلك غاد نديرو كما كنسميو حنا بالدارجه حديث مخزن. كيفاش حديث مخزن؟ بمعنى غادي نخدمو المنهجيه ك ك ك كتمرين كتمرين، بمعنى ستان اكزيرسيس نقولوا ها السؤال اللي تحط وها الجواب اللي تصحى عليه او البارين اللي تصحات عليه السؤال. بمعنى غنكونوا امام الاختبار والاجوبه ديالو الرسميه بعيدا عن اي تاويل، بما يساعد في اختصار جهد اختصار طاقه وتمشيوا بضمانات اكبر نحو الامتحان ان شاء الله، وبما يحقق لكم الفائده المرجوه من هذا الشيء. وبغيت بهذه المناسبه كنشكر الاستاذ سعد الله لانه فتح لنا المنزل ديالو والامكانيات ديالو باش انه، وغنقول الف تحيه ولكل شرفاء هذا الوطن، لكل شرفاء هذا الوطن الذين في الازمات يعبرون لنا انهم يحملون هذا الوطن في قلوبهم. شكرا سعد الله ومزيد من التوفيق لكم ان شاء الله، والله يجيب التيسير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.